كويس جدا ويعني كنت يعني عندي امل ان انا اطلع دكتوره كويسه خالص. بس طبعا دخلت في الاكاديمي الثلاث سنين الاولانيه ما كانش فيه فاسيلتيز خالص خالص, سواء في الاناتومي او في والدكاتره كان كلهم تقريبا بيجوا من بره بمواعيد محدده, ما كناش بنقابلهم كتير, ما كناش بيشرحوا لنا كويس, فضعنا خالص في الاناتومي بالذات يعني. بعد كده وبعدين بعد وفي الفارما, في الفارما برضو, فبعد كده يعني احنا كنا عشان تاني سنه, فبعدين اتحسنت يمكن الدكاتره جم وكده واتحسنت شويه, بس احنا كنا ظلمنا خالص اول سنتين احنا والدفعه اللي قبلينا. بعد كده في الكلينيك الحمد لله يعني بدا الوضع يتحسن شويه, في اقسام فيها ديفكت كتير خالص يعني, بس يعني افضل من الاكاديمي يعني, والدكاتره متعاونين اكتر يعني, وبيبقى في تعليم وفي ناس عايزه تعلم الناس وكده يعني, بس الحمد لله احسن يعني. لما دخلت الكليه كنت متوقع اني هلاقي نظام التدريس مختلف عن كده. طلعت كليه نظريه بحت وبتعتمد على الحفظ بطريقه رهيبه, ما كنتش معتقد كده. وطبعا هي معروفه يعني بتاخد عالي مجموع, بس ترسي في الاخر بتلاقي فيها مقبول ومجيد وجيد جدا امتياز, فده دليل ان هي فيها حاجه غلط يعني, في حاجه في عيب في النظام نفسه. طبعا الواحد طموحاتنا قبل ما اخش الكليه وبعدها اختلفت. الواحد زمان كان بقى في ثانويه عامه بيذاكر وكده, ونفس حلم حياته ان هو يخش طب ينفع الناس ويخدم العيانين كل حاجه. طبعا لما جينا دخلنا الكليه اتفاجئنا, طبعا امكانيات قليله, الدكاتره مش متوفره شويه, اللائحه عندنا لائحه جديده مأثره على نظام تعليمنا, مش عارفين نذاكر كويس, مش عارفين نفهم كويس, مفيش وقت, نظام متاخر كتير, فكل ده طبعا اثر علينا وخلى فيه طموح قل شويه, عمل شويه احباط. توقعت ان الكليه هتبقى اسهل بكتير من مرحله الثانويه العامه, بس طبعا الكلام كله كلام فاضي. مرحله الكليه كلها مذاكره نظريه وحفظ اكتر بكتير من مرحله الثانويه. الجانب العملي فيها كما توقعت ان هو هيكون اكتر, طلع اقل بكتير, وغالبا مفيش جانب عملي الا ما رحم ربي. وانطباع الاول عن الكليه في اول ايام في الكليه انها هتبقى مرحله صعبه وطويله, والله واكتئبت بصراحه. الكليه كانت بالنسبه لي متعه اول 3 سنين اكاديمي بصراحه يعني دكاتره ما فيش شرح خالص, ما فيش يعني تنظيم, ما فيش اي حاجه, الدكتور بيجي بقصود مزاجه يعني. انا سمعت ان هو دلوقتي الوضع اتحسن شويه, بس بالنسبه لاحنا كنا فيه بصراحه مأساة مؤثر معانا لحد دلوقتي, بالذات الاناتومي والفسيولوجي يعني. الدكتور يجي بمزاجه ويجي مره يشرح المنهج كله ويمشي يعني. من سنه رابعه الموضوع ابتدى يتحسن بالنسبه لي شويه, كلينيكال الطف بكتير والدكاتره شرحهم احسن, صحيح لسه في ديفكت مشكله في الحالات عندنا, ديفكت يعني جامد قوي. وبالنسبه لسنه من اول سنه خمسه يعني برضه في مشكله من حكايه الشتات في البطن وكده, الدكتور متعصب لرايه في حاجه معينه عايزها وعايزنا نلتزم بيها يعني, المفروض ان هو يبقى علم ثابت يعني, مش كل واحد عايز يمشي على حسب مزاجه. فدي الحاجات اللي كانت مؤثره في موضوع الكلينيكال وكده, بس من سنه رابعه الموضوع ابتدى يتحسن يعتبر. اولا يعني المميزات الوحيده لكليه الطب ان انا دخلت مع صحابي وما تعبتش في غربه وما تعبتش في اي حاجه من الحاجات دي يعني. المميزات الثانيه ان في دكاتره فعلا مستواها رائع في الشرح يعني, وبتعمل اللي عليها يعني. بس طبعا ما فيش نو اكسكيوز ان انا اشيل كرسي من مكان لمكان عشان اعرف اقعد في المحاضره, نو اكسكيوز ان يكون مدرج, مفيش تكييفات, مفيش ماء تهويه, مفيش اي حاجه, مفيش اي عذر ان يبقى الدكتور يدخل يشرح ما لاقيش داتا شو, ما لاقيش كمبيوتر, ما لاقيش الحاجه دي ونعطل في التوقيت, مفيش اي عذر ان مالكيش راي في الكليه, جدول الامتحان يتحط هو كده, دكتور عايز يعمل, دكتور عايز يسوي, مالكيش راي, مالكيش دعوه بالموضوع ده يعني. نظام امتحانات يعني مش مبرر يعني, ايه مثلا دكتور ما يشرحش طول السنه بيجي من حقه ان هو يمتحن؟ لا هو مش من حقه, زي ما هو ما اداش اللي عليه مش من حقه بقى يمتحن. بس يعني مش عايزه اغوط الكلام اكتر من كده يعني, بس يعني المكان يعني, هو احنا دخلنا الكليه كنا 50 طالب, كلنا دخلنا على اعتقاد ان في منحه بلجيكيه وان احنا هنفضل 50 طالب وهنتعلم تعليم كويس, وي 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 وي, وي. هم دخلوا طاقه كليه عايزين يفتحوا كليه, فتحت الكليه, فين المواصلات بالنسبه للجامعه اللي هي الكليه اللي فوق, المستشفى اللي فوق مش متوفره لهم مواصلات ولا اي حاجه. هنا بالنسبه للمستشفى لا, القسم 5 سراير وهم 5 عيانين بيفضلوا قاعدين معاك الاسبوع كله بتشوفوا فيهم, مفيش حاجه اسمها كده مستشفى جامعه المفروض يعني. مفيش مكان لطلبه متوفر فيه يقعدوا فيه, ما يعني حاجات كتير. بالنسبه لطريقه التعليم وان انا ازاي اطورها, انا حاسس ان لو هم كانت
وفي حاجات في ارض الواقع يعني بالنسبه للسيستم المصري اصلا السيستم نفسه غلط ماشي، هو بيطلع جي بي بس بس الجي بي ده ملوش لازمه، مش عارف نص حاجه نص الحاجات اللي موجوده. انا مع نظام التخصصات لو ينفع، يعني طبعا اللي هو بيطلع بعد سنه ثالثه بيتخصص في حاجه معينه يفضل يدرس فيها 3 سنين. احنا هنا زي اللي راسه على السلم، يعني لا حصل بايه متخصص ولا حصل بايه جي بي. لو جينا اتكلمنا عن الكليه، يعني اصلا كليه الطب هنا دي اساسا حرام ان هي تبقى كليه، ما فيهاش اي مميزات، طيب ما فيش تخطيط، سوء اداره، ما فيش جداول، ما فيش انتظام، يعني تقريبا يعني كل الدنيا متلخبطه من كل النواحي.